اكيد يعني. وطبعا الكينج منير وحماقي، لا في كتير قوي، هما هيضيفولنا كمان، دي حاجه شرف لينا يعني. طبعا بقى الفنان الكبير يعني حميد الشاعري، طبعا استاذ حميد الشاعري هو اللي مربينا اكيد، ده اول حاجه. استاذ حميد الشاعري طبعا هو يعني هو اللي مربينا قبل اي حاجه. ان شاء الله باذن الله هنعمل ديو معاه، ان شاء الله باذن الله، ان شاء الله هينزل ويكسر الدنيا ان شاء الله. استاذ حميد الشاعري موجود، كلماتي ولحني وتوزيع مشترك ما بيني وما بينه مع الالبوم الجديد ان شاء الله. مفيش اي حد في العالم، وبقول اهوت وبتحدى اي حد، اي حد مهما كان حجمه ومكانته يخرج من فريق سبايس ميكس وياثر على سبايس ميكس طول ما انا فيها، عشان انا مغرور شويه. ما ينفعش حد ياثر عليا ابدا. مش حماده البيلي، بص عايز اقول لك الحاجه، انا الحمد لله ان انا اكتشفت النجوم دي كلها وخليت ليهم اسم، فما فيش اي حد ايا كان هيخرج ياثر عليا ابدا، لان زي ما اكتشفته هكتشف 10 مليون واحد زيه. واديك شفت يعني احنا حفلاتنا ادينا شغالين في برامج وحفلات وناس خرجوا، بس اللي مضايقني حاجه واحده بس مضايقني، خروج كريم، لان كريم اتظلم، كريم اتظلم وانا كنت سبب في اسباب ظلمه يعني، فانا بعتذر له. لا هو مش هيرجع دلوقتي عندنا، بس انا هعمله حاجه خاصه بيه لوحده يعني، لان لا هو مفيش اسباب ان انا ما ينفعش ارجعه، بس يعني ما حصلش كلام ان هو يرجع تاني يعني. بس انا كريم انا هو يعني انا معترف هو ظلم برضه وظلم نفسه، لان هو كان بيعمل حاجات وكان بيتقال لي حاجات عنه يعني بيتلعب في دماغي. انا على فكره انا من النوع اللي بعترف بغلط يعني، انا اتلعب في دماغي جدا من ناحيه كريم، ف من اشخاص يعني معينه، فمعلش فانا ظلمت، فانا بعتذر لك يا كريم سوري، واتمنى لك توفيق، وانا وعدت زي ما وعدتك ان انا هعمل لك حاجه خاصه بيك انت يعني. بس مبدئيا هي خلافاتي مع عمرو اخويا وحبيبي، بس هو اللي غلط في حقي، فانا اوريدي قلت له انا هوصل الموضوع للمحاكم، وانا وعدته ان بعد ما اكسب القضيه هتنزل له، بس اكتشفت ان هو بيعمل حاجات غلط كتير جدا في حقي، وربنا يهديه وربنا يسامحه ويا رب اشوفه احسن نجم في العالم، بس هو ضيع نفسه فرصه كبيره قوي. لا لو في مجال للصلح ما عنديش مشكله، بقول لك ده اخويا عمرو، ده اكتر حد انا حبيته في حياتي، وعمرو يعني شاف معايا كل حاجه حلوه وكل حاجه وحشه، فانا ما عنديش مشكله، انا ما غلطتش حقه خالص. هو المره واحده ابتدى ينزل فيديوهات وينزل حاجات خاصه بيه بعيد عن الفرقه، وده مخالف للعقد اللي ما بيننا، اوكي، وانا كلمته كذا مره واعتذر لي، قال لي حقك عليا ما تزعلش، انا همسحهم، وما مسحهمش ونزل فيديوهات جديده، فهنا كانت نقطه الخلاف، فاشتغلت بقى من غيره لحد ما نشوف حل. فهو قدم شكوى في النقابه، والنقابه انا صح فيها يعني، اوكي، رغم ان انا يعني كنت سبب في تواجده في النقابه، فانا مش زعلان، ده اخويا الصغير، هو بس انا صعبان عليه ان هو بس عشان لسه سنه صغير مش فاهم هو بيحط نفسه في ايه. بس وانا اتمنى لو انا غلطان يعني اتجازى، ولو هو غلطان هيتجازى اكيد، وبوجه له برده التحيه. رمضان بنقعد ناكل بس وناكل برده يعني هو الاكل يعني. لا في رمضان ما مش بننزل حاجات كتير قوي يعني، يعني هو الشهر ده بعتبره ان احنا يبقى مع بعض وعيله وكده، ما بحبش يكون فيه كتير شغل، احنا باقي السنه 24 ساعه مع بعض، فاحنا اتخنقنا من بعض، دي حقيقه يعني. على طول في وشهم يعني، فاللي هو الشهر ده بحسه بيتوتي شويه، لو انا اقعد في البيت واقعد اكل طبعا، واجيب شيبسي بقى وحاجات كده، وانا بموت في الاكل يعني، انتوا عارفين اكلي. بس بياكل برضو معايا بياكل ناس. لا مش كتير، هو اصلا الخيمه ما بقتش موجوده يعني، بس مش كتير يعني، مش زي زمان. فاكره زمان كان مليانه يعني، رمضان ده تخلصي فطار وبالليل على الخيام على طول، السهر بقى ونخرج، لكن بقت قليله وما بقاش فيها الغنى اللي هو اروح اغني واعمل حفله، كان ما بقتش موجوده، فاوريدي ما بقاش فيه زي الاول، فاهمه؟ طبعا رمضان اللي جاي ان شاء الله. لا ما هو لسه انتوا على طول كده، اسمها ايه وتاليف مين؟ هي لسه رمضان لسه. جمعت كل اغاني رمضان اللي انتوا عارفينها واللي انتوا ما تعرفوهاش كلهم في اغنيه واحده، وهتصور كليب وهتنزل على المزيكا ان شاء الله. ودي صعبه جدا، لان كل اغنيه بتتغنى من مقام، هم مش عارفين يعني ايه مقام، فانا بشوفه بحاول ابسطها لهم عشان المشاهدين برضو. كل اغنيه بيبقى بتتغنى من حته معينه، فبيبقى صعب ان انت تعملي كوكتيل من الاغاني دي، ميكس ما بينهم، وتخليهم تحس ان هم يتقبل الجمهور المستمع يتقبلها، فانا بقربها يعني. لا خلصت خلاص، اشتغلنا عليها. لا اي حد عاوزنا في مسلسل اذاعي في الراديو في اي حاجه هو اللي يكلمني، لكن انا مش هندك حاجه، انا مش خبرتي، انا خبرتي في المزيكا. هو معروض عليا حاجه في رمضان الجاي ده، بس لسه يعني هو كلام مش اكيد يعني، على احدى القنوات اللي هي على الاف ام راديو، على ما اظن بشرى،
والعسيلي ومحمود الليسي، وقال لي قال لي خمس اسماء بس انا مش فاكر منهم غير مطربين يعني، وادوارد ما اظن، وادوارد برضو، وحسن رداد على ما اظن. ما خدتوش عشان اديكي تفاصيل، ما عنديش اي تفاصيل عنه لان انا لسه ما يعني ما قعدش، هو بس هو اتعرض عليا كلامه لسه ما اعرفش اي حاجه عنه، بس قال لي ان دي الاسماء. لا عادي، لا عادي عادي، انا شغال مع سوكي جدا، سوكي حد محترم وانقذ السينما، ومحسوب محسوبه له ان هو الوحيد اللي كان بينزل افلام في فتره الثوره، والا كان السينما العربيه توقفت اصلا بغض النظر عن نوعيه الافلام. اوكي، بس هو في الفتره الاخيره ابتدى غير من ستايل الانتاج بتاعه اللي كان بينتجه في الاول، يعني ابتدى يغير شويه من الشكل ده، فدي حاجه هو يشكر عليها طبعا. لا دي حاجه حلوه جدا، الاثنين وشرف فينا ان احنا نشتغل معاه. بالعكس هو مش ضروري ان انا اشتغل معاه زي فيلم اتحسب له وحش هو عمله فانا لازم اشتغل زيه، لا بالعكس، هو ممكن ينتج لي فيلم حلو جدا، قصه تانية، مش لازم ضرب مش لازم يعني منتج لسينما ما فيهاش ضرب ولا فيها سكاكين، حسب القصه. اما بس مش شعبيه، في حاجه شعبيه حلوه، يا الشعبيه دي مش حاجه وحشه، دي طبقه حلوه جدا، مش لازم شعبيه بمعنى الشعبي اللي هو سنجه وسكاكين وبتاع، لا عادي حسب السيناريو والقصه اللي انت هتخش فيها.